قلب دفاع ولاعب طرف. فمحمد صلاح ممكن المبلغ اللي يقدم له اكثر من 135 مليون يورو، في تصوري انه اللاعب رقم كبير له، ايضا لنادي ليفربول رقم كبير، بالاضافه الى ان الدوري السعودي اصبح الان هدف لكل النجوم العالم. الان اصبح عندنا الدوري السعودي هو الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الاسباني. والان شاهد صورة لرئيس اتحاد جدة تكشف فشل صفقة محمد صلاح. تقارير: صلاح يمنح اتحاد جدة الضوء الأخضر للتفاوض رسميا مع ليفربول. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. شاهد صورة لرئيس اتحاد جدة تكشف فشل صفقة محمد صلاح. أثار أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي الجدل حول فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وارتبط محمد صلاح بالانتقال لصفوف نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لرغبة العالمي في تدعيم صفوفه بالموسم الحالي. وكشفت تقارير صحفية عن سفر أنمار الحائلي إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمحاولة حسم صفقة محمد صلاح والتعاقد معه لتدعيم صفوف الاتحاد السعودي. وعرض النادي السعودي مبلغا ضخما على محمد صلاح للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص حسم الصفقة. وربطت بين عودة الحائلي إلى السعودية وفشل إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح. الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أعلن أيضا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عدم صحة ما تردد بشأن رحيل نجم منتخب مصر. ويستعد ليفربول لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من بطولية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2023-2024. وقال الصحفي الإيطالي جيان لويجي لونغاري أن الاتحاد السعودي يطمح في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة، حيث قدم عرضا ضخما من أجل إتمام الصفقة. وأفاد جون لويجي لونغاري بأن ليفربول لم يبدي حتى اللحظة موافقة واضحة من أجل التخلي عن صلاح البالغ من العمر 31 عاما، حيث يعتبر الفرعون المصري واحدا من أبرز مهاجميه في الأعوام الأخيرة. أثار أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي الجدل حول فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وارتبط محمد صلاح بالانتقال لصفوف نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لرغبة العالمي في تدعيم صفوفه بالموسم الحالي. وكشفت تقارير صحفية عن سفر أنمار الحائلي إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمحاولة حسم صفقة محمد صلاح والتعاقد معه لتدعيم صفوف الاتحاد السعودي. وعرض النادي السعودي مبلغا ضخما على محمد صلاح للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص حسم الصفقة. وربطت بين عودة الحائلي إلى السعودية وفشل إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح. الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أعلن أيضا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عدم صحة ما تردد بشأن رحيل نجم منتخب مصر. ويستعد ليفربول لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من بطولية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2023-2024. وقال الصحفي الإيطالي جيان لويجي لونغاري أن الاتحاد السعودي يطمح في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة، حيث قدم عرضا ضخما من أجل إتمام الصفقة. وأفاد جون لويجي لونغاري بأن ليفربول لم يبدي حتى اللحظة
موافقة واضحة من أجل التخلي عن صلاح البالغ من العمر 31 عاماً، حيث يعتبر الفرعون المصري واحداً من أبرز مهاجميه في الأعوام الأخيرة. أثار أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي الجدل حول فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وارتبط محمد صلاح بالانتقال لصفوف نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لرغبة العالمي في تدعيم صفوفه بالموسم الحالي. وكشفت تقارير صحفية عن سفر أنمار الحائلي إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمحاولة حسم صفقة محمد صلاح والتعاقد معه لتدعيم صفوف الاتحاد السعودي. وعرض النادي السعودي مبلغا ضخما على محمد صلاح للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص حسم الصفقة. وربطت بين عودة الحائلي إلى السعودية وفشل إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح. الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أعلن أيضا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عدم صحة ما تردد بشأن رحيل نجم منتخب مصر. ويستعد ليفربول لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من بطولية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2023-2024. وقال الصحفي الإيطالي جيان لويجي لونغاري أن الاتحاد السعودي يطمح في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة، حيث قدم عرضا ضخما من أجل إتمام الصفقة. وأفاد جون لويجي لونغاري بأن ليفربول لم يبدي حتى اللحظة موافقة واضحة من أجل التخلي عن صلاح البالغ من العمر 31 عاماً، حيث يعتبر الفرعون المصري واحداً من أبرز مهاجميه في الأعوام الأخيرة. أثار أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي الجدل حول فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب رفض محمد صلاح الانتقال إلى اتحاد جدة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.